الفلوس ولا حب الناس؟ بص هو السؤال ده فرصه للكذب. يعني انا عارف انا كمان. بص احنا في زمن مفيش حب للناس مطلق. يعني انت النهارده بتحب عمر متولي عشان عمل طاعون مثلا، بكره لو انت ما نزلتش بحاجه محدش فاكرك ولا حد حبك. احنا بينا سرعه جدا جدا والتيرن اوفر بقى عالي جدا. فالنهارده اكرم موجود، بكره ما عجبهمش حاجه ما بقتش احب اكرم، بقيت بزرار خلاص انا بحبك او ما بحبكش. فاعتقد الفلوس لان اهم من نفسي، وبعدين احاول يحبوني بقى في حب ولا لا. لان هي دي ما بقتش حاجه مضمونه خلاص في السوشيال ميديا وكده.